في نهم يستمر تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع استمرار المعركة التي توصف بالحاسمة. وبحسب مصادر في المقاومة، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من استعادة جبال الحمرة وعدد من التباب القريبة منها، فيما أسفرت المعارك الدائرة وسط إسناد من طائرات التحالف العربي عن مقتل أكثر من 18 من الميليشيا وجرح آخرين وسقوط 2 من أفراد الجيش والمقاومة. المتحدث باسم المقاومة الشعبية أكد أن قوات الجيش والمقاومة عثرت في المواقع التي سيطرت عليها على منصة إطلاق صواريخ وأسلحة روسية حديثة حصلت عليها الميليشيا خلال فترة الهدنة والمشاورات حسب قوله. من جانبه، أكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف بأن أهداف المرحلة الأولى من الخطة المرسومة للعملية العسكرية ستتحقق قريبا بعد استعادة جبل المنارة الاستراتيجي ومواقع أخرى. وذكر اللواء خسروف أن الجيش على أعتاب تحرير نقيل بنغيلان الاستراتيجي لتصبح الضاحية الشمالية للعاصمة صنعاء بما فيها أرحب وبني حشيش والمطار ومعسكر الصمع وبيت دهرة في مرمى نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. قريبا إن شاء الله في الساعات القادمة نقيل بن غيلان وغيره من المناطق لتصبح الضاحية الشمالية للعاصمة بما فيها المطار ومنطقة أرحب وبني الحارث وبني حشيش ومعسكرات الصمع وبيت دهرة في مرمى نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. التطورات المتلاحقة التي تشهدها جبهة نهم تشير لأن معركة استعادة العاصمة تمضي باتجاه الحسم العسكري بعد أن تعثرت كثيرا في مسار المحادثات السياسية التي لم تفضي إلى شيء.